السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل كتاب المعاصر، كتاب الشرح الترم الثاني 2024. خدنا مع بعض يونت 7 بالكامل ويونت 8 ويونت 9 بالكامل، وفي فيديو مجمع لكل يونت. والنهاردة هنحل امتحان مراجعة عامة على الوحدات 7 و 8 و 9، الوحدة 7 والثامنة والتاسعة. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات ونبدأ مع بعض. بيج 163، امتحان مجمع على أول ثلاث وحدات من الترم الثاني. السؤال الأول listen، أسمع وحل. فهمي is on the school athletics team. فهمي goes running every day. فهمي needs food that gives him energy. He eats a few healthy snacks like nuts. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني محادثة. هاني and هدى are talking about، بيتكلموا عن modern technology، التكنولوجيا الحديثة. هاني، هلو هدى، أهلا يا هدى. Can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ هلو هاني. طب yes you can أو yes of course، نعم بالطبع. Are you interested in modern technology؟ هل أنت مهتمية بالتكنولوجيا الحديثة؟ طب yes I am. أيوة. Yes I am. What do you think the most useful technology is؟ تعتقد إيه أكثر اختراع مفيد أو أكثر تكنولوجيا مفيدة؟ لو كملنا طبعا المحادثة هنلاقيها بتتكلم عن الموبايل. أقول I think، يبقى لازم أفهم المحادثة قبل ما أحل. I think، أعتقد. It is the mobile phone، الموبايل. ثم السؤال الرابع why، لماذا؟ ليه بتعتقدي إن الموبايل؟ why، لماذا؟ لو كملنا أول محادثة because، يبقى why الإجابة because. I can do many things، أستطيع أن أقوم بالكثير من الأشياء. On my mobile phone، على موبايلي. سؤال إجابته I can communicate، أقدر أتواصل. With my friends، مع أصدقائي. And I can do the shopping online، وأستطيع القيام بالتسوق على الإنترنت. يبقى what do you use it for، بتستخدمي ليه؟ أو what can you do with it، بتعملي إيه بيه؟ ده صح وده صح. السؤال الثالث قطع عليها أسئلة، نقرأ قطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. healthy food، الطعام الصحي. is really important، حقا مهم. for everyone، لكل واحد. it helps us، بيساعدنا. grow well، أن ننمو ونكبر بصورة جيدة. and gives us energy، وبيدينا طاقة. if you want to be healthy، لو عايز تبقى بصحة جيدة. you should eat all types of food، لازم تاكل كل أنواع الطعام. we need to drink much water، محتاجين نشرب الكثير من الماء. every day، كل يوم. dairy products، منتجات الألبان. like milk، زي اللبن. and cheese، والجبنة. are healthy، صحية. زي، عايد على إيه؟ منتجات الألبان. لما يجي لي ضمير يسأل لي عايد على إيه؟ زي give us calcium، بتدينا الكالسيوم. it helps us، بتساعدنا. to have strong bones، أن نحصل على عظام قوية. meat، لحمة. cheese، جبنة. and nuts، ومكسرات. have protein in them، كده فيها بروتين. we need protein، محتاجين البروتين. to have a strong body، عشان يبقى عندنا جسم قوي. fruits، الفواكه. and nuts، والمكسرات. are healthy snacks، وجبات صحية. people need to eat fresh fruit، الناس بيحتاجوا ياكلوا fresh fruit، فواكه طازة. and vegetables، وخضروات. every day، كل يوم. sports people، اللي هم الرياضيون، اللي بيلعبوا رياضة، الناس اللي بتمارس الرياضة. are so interested in، بيكونوا مهتمين بي. what they eat، من اللي بياكلوه. the healthier food they eat، كلما كان الطعام اكثر صحة the fitter they will be، بيبقى ايه؟ اكثر لياقة. bad habits، العادات السيئة. of having food، لتناول الطعام. are the main reasons، هي الاسباب الرئيسية. for health problems nowadays، في المشاكل الصحية في هذه الايام. اسئلة choose، اختار على قطع. the underlying word reasons، الكلمة اللي تحتها خط reasons. reasons هنا بمعنى أسباب. has the same meaning as. reasons بتساوي causes، الاثنين بمعنى أسباب. reasons بتساوي causes. page 164، صفحة 164 وتكملة أسئلة القطعة.
We can avoid some health problems. نستطيع أن نتجنب بعض المشكلات الصحية by having هتبقى healthy food عن طريق أكل الطعام الصحي. Dairy products المنتجات الألبان give us بتدينا إيه؟ كالسيوم زي اللبن طبعا. النوع الثاني من الأسئلة عن القطع أجب What is the main idea؟ إيه الفكرة الرئيسية للقطع؟ هقول healthy food الطعام الصحي. What does the underlined pronoun they refer to? زي عايد على إيه؟ على dairy products منتجات الألبان. Why do you think ليه بتعتقد we need protein محتاجين البروتين to have عشان يبقى عندنا a strong body يعني جسم قوي. السؤال الرابع اختار can you know this passage into Arabic ممكن تترجم هذه القطعة العربي يبقى translate يترجم he doesn't eat any cakes مش بيأكل أي من الكيك because he is allergic to nuts عنده حساسية من المكسرات. Try to have أنو الدايت أبالانس الدايت حاول يكون عندك نظام غذائي متوازن بالانس الدايت. If a person is not he isn't able to hear مش قادر يسمع تبقى ديف أصم ديف أصم. أنو أت إذا ميوزيكال إنسترمنت أنه آلة موسيقية من الأربع آلات اللي تشيله. We love to watch بنحب نتفرج the beautiful نقط from the train window يعني من شباك إيه من شباك القطر ممكن أقول الصورة أو سيناري المشهد الجميل. What do you know about the weather tomorrow يبقى What do you predict إيه تنبؤك عن الطقس غدا. If you know to go online you should ask your parents first. If مضارع should المضارع يبقى If you want لو أنت عايز تدخل على الإنترنت أطلب أو قول لوالديك استأذن منهم. I know to draw to يبقى I am able to دي الوحيدة اللي تنفع I am able to. Eating نقطة Fish makes you strong يبقى eating a lot of أكل الكثير من السمك بيخليك قوي. السؤال الخامس صح If I go to the shops If مضارع تبقى will والمصدر I will spend لو رحت أتسوق هصرف فلوس. There is a few milk لأن اللبن لا يعد يبقى there is a little milk little قليل للكمية يوجد القليل من اللبن في ال فنجان او في الكوبايه هنا فيه قليل للعدد ما تنفعش قلت القليل الكميه والملك كميه لا تعد اي ريكومند بيجي وراها اي ان جي يبقى ريدنج. مستر علي باي اكار اف هنا او ان ذا فيوتشر في المستقبل يبقى ويل باي سوف يشتري عربيه في المستقبل. السؤال الاخير اكتب باراجراف عن الطعام الصحي والغير صحي هكتب يعني في نص سطر هسيب مسافه في اول سطر واقول I love healthy food بحب الاطعمه الصحيه اقول we should eat ينبغي ان ناكل مثلا fresh vegetables and fruits الفواكه والخضروات الطازجه we shouldn't eat لا ينبغي ان ناكل مثلا ايه سناكس الوجبات السريعه او fast food اشرح واكتب موضوع سهل وبسيط جدا وبكده يبقى خلصنا امتحان مراجع على التلات وحدات ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.